انطلقت فعاليات المنتدى الإعلامي المصري السعودي برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وخالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين. وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الإعلام يلعب دورا كبيرا ومؤثرا بين البلدين، مشددا على ضرورة العمل معا على مواجهة التحديات التي تواجه العالم. وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مصر والسعودية هما رمانة الميزان في المنطقة، والإعلام فيهما قوي ويقود إعلام المنطقة أجمع. سمعنا كلام مهم جدا من القيادات الإعلامية السعودية، كان عددهم يعني قرابة 20 قيادة من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، كنا سعداء جدا بيهم مع القيادات الإعلامية المصرية. سمعنا آمال وطموحات كبيرة إن يبقى في تعاون وثيق بين الإعلام المصري والسعودي، إعلام يعكس حجم العلاقات السياسية بين الزعماء في الدولتين، ويعكس العلاقات الطيبة ما بين الشعبين المصري والسعودي. على أعناقنا أو في أعناقنا مسؤولية كبيرة إنه نبلور هذا الطموح في خطط عملية بتنفذ على أرض الواقع. بنرحب بسمو الأمير في بلده مصر، ونتمنى إنها تكون زيارة ناجحة وتكون في مستوى طموح يعني الشعب العربي اللي بينظر للبلدين على إنهم ممكن يفعلوا كثيرا جدا من أجل القضايا العربية والإسلامية. حقيقة فعلا ملتقى أعطى فرصة لمجموعة من رؤساء التحرير ومدراء القنوات في المملكة الجلوس مع نظرائهم في مصر ومناقشة أوجه التعاون. وهذا اللقاء حقيقة امتداد للقاء سابق كان معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي عقده هنا في نفس المقر، وكان وجه معاليه باستمرار العمل لتطوير التعاون الإعلامي بين المملكة ومصر.